الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات عالم، يعني عالم من علماء المسلمين، ثلمت في الإسلام ثلمة، يعني وقعت فرجة لا تسد إلى يوم القيامة. العلامة الشيخ الطاهر عالجات من كبار علماء المسلمين، من أهل الصلاح والتقوى، ولا شك أنه استفاد منه ملايين من المسلمين. قضى حياته يدعو إلى الله، قضى حياته يعلم القرآن، قضى حياته ينشر السنة، قضى حياته يعلم الناس الفقه، وهو من كبار فقهاء المسلمين، أقول في العالم الإسلامي وليس في الجزائر. ولا شك أن تأثر الشعب الجزائري بموت هذا العالم لما تركه من أثر في قلوب الناس. إننا اليوم لمحزونون، وإن على فراقه لمحزونون. هذا عالم من علماء المسلمين، ومرجع من المراجع الوطنية التي يرجع إليها، والبلد بعلمائه، البلد بصلحائه، البلد بالأتقياء. ولذلك نتألم، ولكن الذي يسلينا ويصبرنا أن هذا العالم الكبير رحمة الله عليه لم يمت حتى ترك تلاميذة ومحبين ينشرون هذا العلم، فعلمه لا يموت إن شاء الله. رحمة الله عليك أيها الشيخ، رحمة الله عليك أيها العالم، أيها التقي، أيها الصالح، أيها المعلم، أيها الوفي، أيها المجاهد، أيها البطل. فهذا شيخ جمع خصال الخير كلها: العلم والعمل. رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، وعظم الله أجر الأمة الإسلامية وأجر الأمة الجزائرية وأجر ذويه. أنا شرفني الله تبارك وتعالى أني حججت معه وأنني خدمته، والحمد لله، كما أخدم العلماء وأخدم أولياء الله وكما أخدم والدي، وتعلمت منه وأخذت عنه لما كان في القبة، والحمد لله رحمة الله عليه. الكلمة بقيت في الأذهان قالها. والله أنا من الكلمات التي يعني تأثرت وأخذتها عنه أنه كان يحافظ على وحدة الأمة، كان يحافظ على وحدة الأمة. هو ممن يقول: إذا اجتمعت الأمة على الصالح فلا نفرقها على الأصلح. إذا اجتمعت الأمة على الصالح فلا نفرقها على الأصلح. إذا جاز لنا أن نجمع هذا العالم الكبير في كلمة، أنه عالم يدعو إلى وحدة هذه الأمة، إلى وحدة هذه الأمة. شكرا يا سيدي، رحمة الله عليه.